فتنظن ان السي عزيز دار واحد الخطاب مهم ومهم جدا، ركز فيه على التواصل، ركز فيه على الشفافية، ركز فيه على المنتوج التجاري، ركز فيه على الانتدابات، ركز فيه على المسائل المالية. وتنظن ان السي عزيز راه جاهز باش ان شاء الله يقود سفينة فريق الرجاء الرياضي. وتنظن ان كما قال الاخ في الخطبة الافتتاحية فكاين واحد لونيون اوتور دو لا كونديداتور ديال السي عزيز، ونتمنوا له التوفيق بهذه المناسبة. والنجاح ديال السي عزيز راه هو نجاح الرجاء، ونتمنوا له من كل اعماقنا التوفيق في المهمة ديالو اللي ما غتكون سهلة، ولكن تيتبين لي انه قادر عليها.